منذ سنوات طوال واصلت موسوعة الإنترنت ويكيبيديا العالمية عملها في احتواء الكثير من المعلومات على شكل مقالات وأبحاث في مختلف المجالات لتكون متاحة لأي متصفح أو مطلع. ويكيبيديا هي انطلقت في 2001 بداية كمجتمع فلسطيني بويكيبيديا. احنا حاولنا نعزز وجود ويكيبيديا من خلال البرامج التعليمية اللي بتكون جوا الجامعات وجوا المؤسسات. طبعا هي جهد كامل من قبل كثير من المحررين. طبعا المجتمع الفلسطيني بويكيبيديا حاليا هو مجتمع صغير، بس إن شاء الله إحنا على أمل إنه يكون مجتمع أكبر. بمرور 20 عام احتفل التجمع الفلسطيني من الشباب المحررين المنضمين للشبكة بهذه المناسبة إيمانا منهم بأهمية ويكيبيديا ودورهم في صناعة المحتوى الفلسطيني والعربي. إحنا كمجتمع فلسطيني اتعرفنا على بعض من خلال ويكيبيديا ومن خلال مؤسستنا اللي هي ويكيميديا بلاد الشام. حبينا انه احنا اليوم نعمل 3 احتفالات، الاحتفال الاول اللي هو بمدينة رام الله، والاحتفال الثاني بمدينة الخليل، والاحتفال الثالث بمدينة عمان بالأردن. في ظل ضعف المحتوى العربي يشكل الكتاب الفلسطينيون في الشبكة نموذجا هاما في تعزيز مسؤولية الشباب تجاه عملية دعم المعلومات المقدمة باللغة العربية كميا ونوعيا. من مدينة رام الله لتلفزيون الفجر، هبة مصطفى.